نفذت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير وشركائها الاستراتيجيين والمتطوعين أمس حملة موسعة تم خلالها إزالة جميع القوارب المتهالكة والغارقة والمهملة في شاطئ جزيرة الإحديرات. وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى أن حملة لأننا نهتم تعتبر جزءاً من المبادرة التي أطلقتها تجسيداً واقتداءاً بالقيم السامية لعام الخير وتحقيق لرسالتها النبيلة ومعاني الخير والتزامات باستحقاقات المسؤولية المجتمعية والعمل في خدمة الوطن، وثمرة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة من حملة لأننا نهتم، والتي تتوجت بنجاح حملة تنظيف بحر البطين والنادي السياحي وكورنيش أبوظبي، والتي عكست وجسدت أهمية تضافر الجهود المشتركة في تنفيذ الإنجازات المميزة. وأكدت البلدية أن إطلاق مبادرة لأننا نهتم يأتي ضمن التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وإشراك شرائح مختلفة من المجتمع عبر تكريس وزرع القيم الإيجابية، وفي الوقت ذاته تعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لشواطئ المدينة ومرافقها العامة وحمايتها من كل النفايات والمخلفات، بما يوفر حياة أفضل وبيئة صحية سليمة لجميع قاطني إمارة أبوظبي.